السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين حيثما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة في ربوع الجزائر. هذه المرة بحول الله تعالى سوف نحط الرحال في ولاية خنشلة، فأهلا وسهلا بكم. خنشلة هي ولاية جزائرية وعاصمتها خنشلة، تقع في الأوراس، كانت تسمى قديما ماسكولا، ويبلغ متوسط ارتفاعها 1122 مترا. تقع ولاية خنشلة في الشق الشمالي الجزائري وبالتحديد في منطقة الأوراس. تبعد ولاية خنشلة عن العاصمة الجزائر بحوالي 600 كيلومتر. تشتهر ولاية خنشلة بتراثها الشاوي العريق الغني، وتعد ولاية خنشلة معقل الثورة الأول. تقع مدينة خنشلة على علو 1200 متر عن سطح البحر، تتميز بحماماتها المعدنية، ومن أشهرها حمام الصالحين الذي يستمد مياهه من نبع درجة حرارته 76 درجة مئوية، وحمام الكنيف الواقع ببلدية باغاي عاصمة الكاهنة. سميت المدينة بخنشلة على اسم ابنة الملكة دهية كهينة، تسمى خنشلة أيضا خنشلة أو هنسلة وفقا للوثائق. خن أو هن أو حن يعني حمامة أو طائر أو دجاجة، وشيلة أو شالة أو سالة تعني السلام، خنشلة تعني رسول السلام.
تقع ولاية خنشلة في قلب الأوراس، وتتميز بتضاريسها الوعرة وبغزارة ثلوجها والمناظر الخلابة ربيعاً وصيفاً. تتميز ولاية خنشلة بمناخ قاري متنوع، من قاس جدا شتاء معتدل صيفا في المناطق الجبلية الوسطى، إلى معتدل شتاء حارا صيفا في السهول الصحراوية جنوبا، وشديد البرودة شتاء حار صيفا بالسهول المرتفعة شمالا.
أما تاريخ ولاية خنشلة فهو تاريخ ثري من ما قبل الإنسان إلى الحضارة الرومانية والفينيقية إلى الفتح الإسلامي. أكملنا جولتنا أعزائي في ولاية خنشلة، وهذا التعريف وتعريف مختصر، أتمنى أن تنال إعجابكم. ألقاكم بحول الله تعالى في فيديو جديد من تجوالنا في ربوع الجزائر. دمتم في رعاية الله وحفظه.